انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. للاسف انا ابتديت اصرح بده، ما كنتش دايما بحب ابدا ان انا اقوله، بس احنا طالما احنا مع بعضينا كده كلنا مصريين مفيش مشكله. المطاعم في مصر حتى المطاعم النظيفه دلوقتي في انحدار فظيع جدا، فحتى المعايير بتاعتي اللي هي اصلا متوسطه مش المعايير الاجنبيه اللي براعيها في المطاعم بره مصر، مفيش اي حاجه دلوقتي بقت بترضيني. مش اي حاجه، مش بعمم، بس ثلاث ارباع المطاعم بقى ادائها مش لطيف ابدا. مع كم النفاق اللي بيحصل على السوشيال ميديا للمطاعم، الموضوع خلى ان مفيش، يعني هم بوظوا المعايير من كتر البيجات الدعائيه على الفيسبوك. بوظوا فكره ان حد يقيم مطعم بجد. بقى كل الناس تقول المطاعم تحفه وتجنن وجميله، واحنا في الحقيقه يعني المطاعم بتاعت بلدنا مش احلى ابدا مطاعم في العالم ابدا ابدا، لا في الاكل ولا في السيرفيس ولا في اي حاجه. فكتر النفاق بوظ الموضوع، ان كله بقى اصلا كمان الناس بقت عارفه لما بيروحوا يجربوا بيلاقوا ان ده كده، كل مكتوب موجود مكتوب على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا ده كده. المطاعم الشعبيه اول حاجه في معاييري بتسقط النظافه. اكيد يعني كلنا عارفين لما نروح مطعم شعبي مش هينفع نقول له لا انت بتمسك الاكل بايدك، ولا ينفع نقول له انت بتستخدم المعلقه دي بتحطها فين، ولا بتغسل اطباقك في الجردل ولا لا، ولا مش. طبعا الكلام ده لو قلتيه يعني تتضربي. معيار النظافه ده خارج 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 التقييم تماما. في المطاعم الشعبي بشوف طبعا هو كلها تقريبا بتبقى مش غاليه يعني، الا اللي هو بيأفور يعني. في مطاعم شعبي دلوقتي طالعه اللي هي موضه، اللي هي المطاعم الشعبيه النظيفه، الفول ب 30 جنيه ومش عارف السجق مش عارف بكام وحاجات كده. دي براعي فيها بقى الكواليتي يعني، بشوف يعني لو هنقيم دول بشوف هل الكواليتي دي يعني تستحق السعر ده، هل السيرفيس اللي بتقدمها، هل نظافه المكان، هل الحاجات دي كلها. بقيم على اساس مطاعم الاوتيلات والمطاعم المستقله الكبيره ليها معايير بقى مختلفه، اللي هي المعايير الطبيعيه. اول حاجه الامبيونس او المود العام، المزيكا، كل الحاجات داخله في التقييم، النظافه الجرسونات نفسهم، مش بس مجرد نظافه المكان، ريحه الجرسون وهو معدي عليك كده بيبقى فيه ساعات بلاوي. بس مش المفروض يعني، لان لو في ريحه يبقى البني ادم ده في جسمه فيه بكتيريا، والبكتيريا دي تنقل لايده، ايده دي تتنقل لطبقي هتضرني. مش مجرد ان هو بني ادم ريحته وحشه وان انا متضايق من ريحته، لا، هو دي حاجه ليها علاقه بالهيجين وحاجه ليها علاقه بنظافه المكان وتقييم المكان ده وفره طبعا. الكلام ده كله يعني ده جزء الجرسون. حاجات نظافة الطبق متقدم ازاي، الطبق ممسوح كده ولا متلحوس وممسوح، ولا ممسوح بطريقه شيك، ولا متقدم اصلا بطريقه صح ولا لا. البرزنتيشن، الاكل اللي ريحته وهو جاي لك. احنا بنستخدم كل حواسنا في التذوق مش بس اللسان يعني. جوده الاكل المتقدم، هل مثلا لو طبق باستا وفيه لحوم او كده، اللحوم اللي موجوده في الباستا دي هل هي كويسه ولا لا، النوع الباستا نفسها، تسويه الباستا، قوام الصوص بتاعها، كل حاجة لغاية أصغر تفصيلة بقيمها يعني. بس لغاية طبعا بقى الأثر الجانبي بعد الأكل. أنا ما بكتبش التقرير وأنا في المطعم، بكتبه لما أروح. طبعا في ملاحظات بتتكتب عشان ما تتنسيش، مع الصور بيكون في صور متوثقة يعني. فبعد كده بقى لما أروح أشوف أثر الأكل ده عليا، بعدين بنكتب التقييم. أنت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتيوبس.com.